بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات الطلاب، هنكمل ديفيجن 4 على الديفرنشال ايكويجن. السؤال نمبر 46 بيقول لي ذا لينير فورم اوف ذا ايكويجن واي داش بلس اكس باور 5 واي ايكوال اكس واي باور 7. طب انا عارف ان دي برنولي ايكويجن او برنولي ديفرنشال ايكويجن. احنا قلنا اول خطوه بنعمل ديفايدد واي باور 7، يبقى انا عندي هنا واي باور واي داش بلس x power 5 y equal x y power 7. اول خطوه احنا قلنا بنعمل divided y power 7 او نعمل times y power negative 7، هي هي. طب هعمل هنا divide times y power negative 7 y dash plus x power 5 y power 1 في y power negative 7 هتبقى y power negative 6. طب equal x في y power 7 في x power negative 7 يبقى هتبقى x بس. حلو. بعد كده بنبدا ناخد اللي قدام ال p of x، هتبقى كده linear، يبقى دي ال p of x بتاعتي اللي قدامها y power negative 6 هنحطها equal z، يبقى let z equal y power negative 6. طيب يبقى z dash هتبقى negative 6 y power negative 6 minus 1 يبقى negative 5 y dash. هنبدأ نفصل y power negative 5 negative 6 minus 1 negative 7 آسف. هناخد negative y power negative 7 y dash دي نعمل divided negative 6 هنا وهنا، يبقى ده يتكنسل، يبقى y power negative 7 y dash equal negative 1 over 6 z dash. طيب هرجع تاني بقى هنا، هلاقي البارت ده هو نفس ده، هشيل واحط negative 1 over 6 z dash plus x power 5 زي ما هي. طب ال y power negative 6 احنا قلنا ان هي z اللي هو ده. طب equals كام؟ equals x. طب اعمل times negative 6 عشان اشيل ال 6 الناحيه دي، يبقى z dash minus 6 x power 5 z equal negative 6 x. تمام. طب ده مين بقى؟ ده linear form بس عن طريق مين؟ عن طريق الزد. ابص كده هلاقي زد داش plus negative 6 x power 5 equal negative 6، يبقى هي الايه؟ linear form بالنسبة لمين؟ للبرنولي differential equation. ايه اللي عرفنا ان هي برنولي؟ ان فيها y power 7. انا عندي y داش y y power 7، يبقى دي ال p of x ودي ال q of x. طيب ده number 46. زيها نمبر 47 ذا لينير فورم اوف ذا ايكويجن، برضه دي واي باور كام هنا؟ 6، قدامها كام هنا؟ 1، يبقى دي برنولي. طب برنولي ديفرنشال ايكويجن انا عايز اجيب اللينير فورم، يبقى اول خطوه بعمل ديفايدد واي باور 6 او، يبقى انا عندي هنا اكس واي داش بلس 2 اكس واي ايكوال 1 واي باور 6، هنعمل تايمز واي باور نيجاتيف 6. طيب هنا هتبقى ايه؟ هتبقى xy power negative 6 y dash plus 2xy power 1 في y power negative 6 يبقى y power negative 5. ده في ده ب 1 في 1 ب 1. طيب تمام. بعد كده بقول له ايه؟ بشوف مين اللي قدام ال p of x اللي هو ده. بس احنا محتاجين برضو ايه؟ محتاجين ان الكوفيشنت هنا يبقى ب 1، احنا كنا بنقول لازم ال y dash يبقى ب 1. فهعمل divided x هنا و divided x هنا و divided x هنا، يبقى y power negative 6 y dash plus 2 y power negative 5 equal 1 over x. معنى كده ايه؟ هبدأ اخد ال y power negative 5 دي equal to z، يبقى z let z equal y power negative 5، يبقى z dash هتبقى negative 5 y power negative 5 minus 1 minus 6 y dash. طب يبقى y power negative 6 y dash دي بتساوي ايه؟ بتساوي negative 1 على 5 z dash. هنعمل divided negative 5، هبدأ اشيل البارت ده واحط مكانه ده، يبقى negative 1 over 5 z dash plus 2، وده اللي هو ده z نفسها، يبقى 2z equal 1 over x. ده مين؟ بس انا لسه negative 5، اعمل times negative 5، يبقى هنا z dash minus او plus 2 times 5 يبقى negative 10 z
equal negative 5 over x. طب فين الايكويجن بتاعتي؟ الايكويجن ليتر سي اللي عندي دي، يبقى هي دي اللينير فور. 48 بيقول لي y داش بلس 1 اوفر اكس واي ايكوال اي باور اكس، يبقى انا عندي هنا برضو دي برمولي، هعمل ديفايدد ديفايدد واي باور 8 او تايمز واي باور نيجاتيف 8 اللي يعجبك اعمله. يبقى هنا هتبقى واي باور نيجاتيف 8 واي داش بلس 1 اوفر اكس واي 1 بلس نيجاتيف 8 تبقى نيجاتيف 7 ايكوال اي باور اكس بس. طيب بعد كده بقول له والله انت عندك هنا باخد الواي باور 7 اللي هي اللي قدام اللي بعد البي اوف اكس اللي بقت لينير خلاص، بقول له هنحط الزد بقى، الزد ايكوال واي باور نيجاتيف 7. طب يبقى الزد داش، يبقى بعمل ديفرنشيشن نيجاتيف زد واي باور نيجاتيف 8 في واي داش. طيب يبقى الواي باور نيجاتيف 8 واي داش دي هتبقى عباره عن نيجاتيف 1 اوفر 7 زد داش. يبقى ده هو البارت الاولاني فين في الايكويجن الديفرنشال بتاعتي، يبقى نيجاتيف 1 اوفر 7 زد داش بلس 1 اوفر اكس زد ايكوال اي باور اكس. طب انا عايز زد داش لوحدها، يبقى هعمل تايمز نيجاتيف 7، يبقى زد داش بلس او بلس عادي نيجاتيف 1 في 7 في 7 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 7 زد ايكوال نيجاتيف 7 اي باور اكس. يبقى انا بختار مين؟ بختار z داش بلس نيجاتيف 7 اوفر اكس z في اللي هو الاجابه b. طيب برضو نفس الكلام هنا اللينير فورم بتاع دي، يبقى برضه فيها اعمل تايمز y باور نيجاتيف 5. خلاص برنولي خلاص، يبقى y باور نيجاتيف 5 y ماينس x باور 2 y باور نيجاتيف 5 بلس 1 يبقى نيجاتيف 4 ايكوال x باور 2. طيب خد الـ z عندك بيساوي مين؟ اللي قدام الـ x باور الـ p اوف x، يبقى z بتساوي y باور نيجاتيف 4. يبقى الزد داش بتساوي نيجاتيف 4 واي باور نيجاتيف 5 واي داش. طب يبقى واي باور نيجاتيف 5 واي داش بتساوي نيجاتيف 1 اوفر 4 زد داش. برضه شيل الكميه دي من اول ايكويشن عندك وحط نيجاتيف 1 اوفر 4 زد داش ماينس اكس سكوير ماينس اكس سكوير واي باور نيجاتيف 4 اللي هي زد ايكوال اكس سكوير زي ما هي. يبقى احنا شلنا ده وحطينا دي، ها بعد كده هنبدا نعمل تايمز نيجاتيف 4 عشان اشيل اللي قدام الزد تبقى زد داش، ماينس في ماينس هتبقى بلس، او ماينس عادي ماينس في ماينس هتبقى بلس اكس سكوير في 4 طبعا 4 اكس سكوير زد ايكوال 4 اكس سكوير في اكس سكوير 4 اسف 4 نيجاتيف 4 اكس سكوير. انا بعمل ديفايدد. فين الايكويجن دي بقى؟ هبص على الاختيارات بتاعتي هلاقي زد داش بلس 4 اكس سكوير زد ايكوال نيجاتيف 4 اكس اللي هي الاجابه دي. يبقى اعتقد هو سيستم واحد لما اجي احول من برنولي للينير، كل الحكايه ان انا بشوف هنا طبعا لازم الواي داش تكون الكوفيشن بتاعها 1، هعمل تايمز واي باور نيجاتيف 3 يبقى هتبقى واي داش واي باور نيجاتيف 3 ماينس 3 اكس واي باور 1 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 ايكوالز 4. طيب وبعدين بقول له ليت زد ايكوال واي باور نيجاتيف 2 اللي هي اللي جنب البي اوف اكس، يبقى الزد داش هتساوي نيجاتيف 2 واي باور نيجاتيف 3 واي داش، يبقى واي باور نيجاتيف 3 واي داش ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2 زد داش. ابدا اشيل البارت ده واحط الكميه دي مكانها، يبقى نيجاتيف هاف زد داش ماينس 3 اكس ده بزد ايكوال 4. طب اعمل تايمز نيجاتيف 2 عشان اشيل الفراكشن ده، يبقى زد داش ماينس في ماينس هتبقى بلس 3 في 2 هتبقى 6 اكس زد ايكوالز نيجاتيف 8. طب فين الايكويجن دي؟ اهي اول ايكويجن عندي زد داش بلس 6 از، يبقى دي اللينير فورم بتاع برنولي ايه؟ ايكويجن. طيب السوليوشن اوف ذا ايكويجن دي بقى احنا حليناها قبل كده، نكتفي بهذا القدر ونكمل حاجه ثانيه ان شاء الله في وقت ثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.